أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة. سؤال طرح علي: كيف أستعيد حسابي سواء على اليوتيوب أو على جيميل حين نسيان كلمة السر؟ ببساطة توجه إلى حسابك، اكتب الإيميل، بعد ذلك اضغط على نيكست. هنا سيطلب منك كتابة الرقم السري، إذا كنت تتذكره اكتبه، إذا لم تكن متذكرا للحساب كل ما عليك هو الضغط على أنك نسيت الحساب أو الرقم السري. هنا ستدخل آخر رقم أو حساب سري قمت بإدخاله لآخر مرة. نحن مثلا سنكتب الحساب ونرى، ثم نضغط Next. مباشرة سيعطيك الإيميل الذي سجلت به، في حال كنت قد نسيته تضغط على اختيار طريقة أخرى. مباشرة سيحولك إلى صفحة أخرى تكتب فيها رقم الهاتف بآخر رقمين قمت من خلاله بتسجيله من أجل استعادة الحساب. سنختار هنا الدولة، بعد ذلك تكتب الرقم، بعد ذلك تقوم بإرسال الرسالة، عفواً، سيصلك كود في الهاتف، كل ما عليكم هو كتابته، ثم تضغط Next. هنا سيطلب منك أن تكتب رقما سريا آخر، فسنختار مثلا ونعيد تأكيد الرقم، نضغط Next. سنحاول أن نكتبه بطريقة صحيحة. ثم نضغط Next. هنا تم التسجيل بنجاح وتم استعادة الحساب بدون أي مشاكل. هنا تؤكد على الأمر في طريقة الدخول وتفعيل الخطوة الأخيرة، نضغط Turn On وتم تفعيلها بنجاح. الآن يمكن أن نتوجه إلى اليوتيوب أو إلى حسابك جيميل وتفتح حسابك بكل أمان ونجاح بدون أي مشاكل. لاحظوا معي، سندخل إلى الحساب، طبعا كما ترى هنا الإيميل تم تسجيله بنجاح. سندخل إلى اليوتيوب، لاحظ هنا أن الحساب يعني مسجل بدون أي مشاكل كما تروا. يمكن أن تتوجه إلى قناتك وقد تم الدخول إلى الحساب بنجاح. اتبعوا هذه الطريقة في حال نسيان الرقم السري، لكن قبل هذا دائما أوصيكم باستخدام رقم هاتف بديل للحيطة، أيضا استخدام إيميل احتياطي، لابد من تفعيل الميزة بخطوتين، كل هذا حماية لحسابك. إن أعجبكم الموضوع اضغطوا على زر اللايك، اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناتكم فهم.